نحن اليوم في إطار تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية مسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني بخصوص الحد من خواطر حوادث المرور، والمتضمنة العديد من نشاطاتها توعوية والتحسيسية بالتنسيق مع مختلف وحداتها الإقليمية، كذلك مع كافة الشركاء التابعين لها تحت شعار معا من أجل صيف بدون حوادث، بتوزيع بعض المطويات. هذه المطويات متضمنة مجموعة من التوجيهات الإرشادات. نوجه التحية لكل أفراد الدرك الوطني اللي راهم يقوموا بالواجب نتاعهم ويؤديوا في الواجب نتاعهم على أكمل وجه. رانا نشوفوا كثير من الحوادث المرور سببها هو إفراط في السرعة، استخدام الهاتف النقال، عدم استخدام الحزام الأمني، خاصة أني تعرضت إلى حادث مرور أليم أدى إلى وفاة الوالد نتاعي وأخواي في اثنين توفوا.